مواصلا الليل بالنهار يخطو جهاز المخابرات الوطني خطى ثابتة في حربه ضد الإرهاب. العملية الأمنية هذه نوعية لكسر ظهر الإرهابيين، تسجل انتصارا كبيرا بعملية خاصة للجهاز المخابراتي. قتل المسمى بوالي بغداد عمر شلال عبيد القرطاني وذراعه الإعلامي جمال أبو البراء ونائبه عربي الجنسية قتال المهاجر. المسمى بوالي بغداد كانت القوات الأمنية قتلت سلفه أحمد الزاوي الملقب بأبي طلحة، وهذا ما يعني أن التنظيم الإرهابي يحاول العودة مجددا رغم الهزائم التي مني بها. لذا فإن إصرار رئيس الوزراء وجهاز المخابرات والقوات الأمنية وبالتعاون مع التحالف الدولي الذي قتل 7 إرهابيين مؤخرا ضمن ضربة جوية، كل هذا التقدم يرسخ إنهاء وجود أي خلايا إرهابية في كافة الأراضي العراقية. مطاردة تنظيم داعش نهج ثابت في عقلية التدبير الأمني والعسكري، فقطع الرؤوس الثلاثة انتصار يحقق نتائج مرجوة للقضاء على كافة خلايا الجماعات الإرهابية. وتأتي الخطوات المتسارعة بوتيرة حازمة تزامنا مع حديث رئيس الوزراء عن خطة جديدة للقضاء على التواجد الإرهابي في كافة المناطق والضرب بيد من حديد.